وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وقل رب زدني علما. ده عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة. حقيقة في أيام الفتن وفي أيام المحن وأيام الابتلاءات، دائما الإنسان بيعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت دوت لا يستطيع أنه يعرف طريقه وأنه يعرف كيف يتصرف مع هذه الابتلاءات وهذه المحن إلا من خلال العلم الذي يأتي من النبعين الصافيين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المولى عز وجل لم يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يطلب المزيد من أي شيء في الدنيا دي كلها إلا من العلم. قال جل وعلا وقل رب زدني علما. وبعدين مهما الإنسان ربنا اداله العلم، مهما الإنسان ربنا علمه رزقه من العلم، لابد أنه يتذكر دائما في النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويتذكر قول المولى عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. يبقى الإنسان حتى لا يغتر من البداية كده تجدد النية وتخلص النية لله سبحانه وتعالى أن أنت بتتعلم أولا، مش عشان ان انت تبقى عالم او يشار اليك بالبنان، انما انت بتتعلم اولا عشان تعمل بهذا العلم. المولى عز وجل حينما ذكر سيدنا يعقوب عليه السلام قال وانه لذو علم لما علمناه، قال قتادة اي وانه لذو عمل بما علمناه. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى إذن الإنسان لابد أنه مدام بيأمر الناس بالخير لابد أن يفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما فيش عقل عند الإنسان أن يقول للناس صلوا وما بيصليش، يقول للناس زكوا وما بيزكيش، يقول للناس انتهوا عن المحرمات وهو واقع في المحرمات وهكذا. يبقى الإنسان أولا بيطلب العلم عشان يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وطالب العلم نفسه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، ده جزء من الحديث، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في النهاية مهما ربنا رزقنا ورزقنا ورزقكم جميعا أي علم، في النهاية زي ما قلت تذكروا دائما قول المولى عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سيدنا موسى عليه السلام لما راح عشان يتعلم بعض الأشياء التي عند سيدنا الخضر وهو نبي من الأنبياء، إن دل ذلك قول المولى عز وجل حينما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، يعني كل اللي حصل ده كله ما فعلته إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل على نبوة الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر لما سيدنا موسى كان قاعد معاه في المركب، لما ركبوا مع الناس المركب التي خرقها، فجلس معاه في المركب، فهم قاعدين بيتكلموا مع بعض وبيدردش معاه، ففجأة جاء عصفور صغير كده ووقف على طرف المركب ثم نزل على الماء البحر كده وخد نقطة مية كده شربها.
فقال له الخضر: يا موسى، إن مثل علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بالنسبة لعلم الله عز وجل إلا كما أخذ ذلك العصفور من ذلك البحر. يعني بيقول له إلا فلا نسبة ولا تناسب، إنه هذا باب تقريب الأفهام. بيقول له العلم اللي عندي والعلم اللي عندك يا موسى، وموسى عليه السلام كلم الله عز وجل وهو رسول من أولي العزم الخمسة. فسيدنا موسى وسيدنا الخضر بيقول له سيدنا الخضر بيقول له علمي وعلمك وعلم الأولين وعلم الآخرين بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى زي النقطة اللي خدها العصفور ده من البحر الكبير الضخم ده كله، وإلا فلا مقارنة ولا يعني ولا قياس ما بين علم البشر وما بين علم رب البشر سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم بس مسألة مهمة جدا في بداية الموضوع. أكيد حضراتكم كلكم عارفين طبعا الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي والأئمة الكبار دول كلهم، الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، كل الأئمة الكبار طبعا ما فيش حد في الدنيا ما عرفهمش تقريبا يعني. طيب حد فيكم يا جماعة وبكل صراحة ووضوح كده وحاول تفتكر، حد فيكم يسمع عن أي واحد من الأغنياء اللي كانوا عايشين في عهد الأئمة دولت؟ قول لي. هو كان في طبعا كان في أغنياء، أي عصر في العصور يا جماعة أكيد في أغنياء، مش معقولة يعني يكون عصر كامل ما فيهوش حد غني، أكيد كان في ناس أغنياء وناس أثرياء جدا جدا يعني. فحد فيكم بس يحفظ لي اسم واحد، يعني أنا ممكن أذكر لك دلوقتي على الأقل اسم على الأقل 500 واحد من الأئمة الكبار. طب بس هل أقدر أنا عن نفسي أذكر لحضراتكم أو حضراتكم تذكروا ليا اسم واحد من أهل الثراء والغنى اللي كانوا عايشين في عهد الأئمة دولت؟ مستحيل. طب ليه؟ هو مش الأئمة الكبار دول كانوا عايشين في الزمن دوت؟ أمال إحنا عرفنا الأئمة الكبار دول إزاي وما عرفناش أهل المال إزاي؟ يعني أهل العلم اتعرفوا وفضلت سيرتهم تتوارث لحد ما وصلت إلى الزمن بتاعنا ده، وأهل المال ما فيش ولا واحد فيهم حتى اتعرف؟ آه. ليه؟ قال لك لأن العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه، فالعلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. الله، كلام زي الفل، كلام سيدنا علي بن أبي طالب، كلام زي الفل. عيده مرة تانية بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بيقول إيه؟ العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. أنت تفضل طول عمرك كده تحرس المال وتعد و والعلم هو اللي بيحرسك، والعلم لا يسرق، إنما المال ممكن يسرق. أنت عشان تحافظ على مالك هتحطه في خزانة أو تشيله في أي مكان في بنك إسلامي ولا بتاع، خد بالك، أو تحطه في خزانات معينة وتحط حراسة على القصر بتاعك والكلام ده كله، وشوف بقى كم يكلفك حفظ المال ويعني وشوف بقى ياما أيام وساعات بتقلق وما تنامش عشان حريص على مالك. وعشان تحافظ على المال ده لازم تجيب له مال تاني. كان زمان يقول لك ايه؟ يقول لك انا عشان احافظ على المليون ده لازم ادفيه باتنين مليون، وعشان احافظ على 3 مليون لازم ادفيهم ب10 مليون، وهكذا، ويفضل كده يدفيهم لحد ما هو يتدفى في الكفن بتاعه وينزل في اكبر دفى في القبر. ربنا يا رب يجعل قبورنا وقبوركم يا رب روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى إذن العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه. يذكر أن أحد أهل العلم في زماننا ذا كان في يوم من الأيام واقف مع واحد من أرباب المال، فالرجل الثري دوت رجل أعمال كده وثري، وكان عنده من الكبر ما لا يعلمه إلا الله، فبيتكلم مع هذا العالم بشيء من الكبر. فقال له العالم كلمة جميلة جدا، قال له: لو ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انا وانت نموت دلوقتي، واكيد هنموت سواء دلوقتي او بعدين، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. قال له: لو ربنا قدر ان انا وانت متنا دلوقتي، فاي واحد فينا ستظل ذكراه في قلوب الناس، انت ام انا؟ فسكت الرجل الغني. فالعالم قال له بلا غرور: أنا اللي هكون في قلوب الناس. ليه؟ لأن سأترك للناس علم هينتفعوا به من بعد موتي، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح
ان من ضمن الاشياء التي يتركها العبد وينتفع بها بعد موته وعلم ينتفع به، تمام؟ يبقى اذا انا هترك علم، هترك مثلا دروس، هترك كتب، هترك علم، هترك برامج، هترك طلاب علم علمتهم الى غير ذلك، ويفضلوا طول عمرهم ينتفعوا بالعلم اللي انا تركته. وانت كل اللي هتفعله ان انت ستترك بعض المال للورثة، ربما بالمال دوت يطيعوا ربنا ويعيشوا كده مسطورين به، وربما يستخدموه في معصية ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية انت بمجرد ما تموت 5-6 شهور لا احد يذكرك. اما اهل العلم يذكروا على مدى مئات السنين، والى يومنا هذا نذكر الامام الذهبي، الامام ابن القيم، الامام ابن تيمية، الامام الشافعي، الامام مالك، الامام ابو حنيفة، الامام احمد رحمة الله على الجميع، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الأئمة الكبار. تظل تذكر هؤلاء الأئمة على مدى مئات السنين، وتظل ذكرهم في قلوبنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، بل قد يظل ذكرهم إلى يوم القيامة أو إلى قبيل يوم القيامة. خد بالك، يبقى إذن العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه. كان الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة واسعة كان يصنف كثيرا، يمكن كتبه مش مطبوع منها غير كتاب ولا كتابين، انما هو له مصنفات كثيره وكلها مخطوطات. فالامام عبد الله بن المبارك فكانوا يسالوه بقى يعني اقرانه زملائه في الدعوه الى متى تصنف، فيقول لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. يعني كان يعمل كتاب وبعد ما يخلصه فيقول ايه، طب يمكن يكون الكتاب اللي انا اخش بالجنه لسه ما اتالفش، طب اعمل كتاب غيره، فيعمل كتاب غيره ويقول لعل وعسى يكون الكتاب اللي اخش بالجنه هو اللي جاي، وهكذا. فكان يشغل حياته بهذا الخير. الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه واسعه كان واقفا على المنبر وسبته اللي هو حفيده بيقول والله لقد رايت جدي يخطب على هذا المنبر ويشير باصبعي هاتين بالابهام والسبابه، يقول والله لقد كتبت باصبعي هاتين 2000 مجلدة. تخيل حضرتك الإمام ابن الجوزي ألف تأليف فقط كده 2000 مجلد، خد بالك، مع طبعا بعض المآخذ التي كانت تؤخذ على الإمام رحمه الله رحمه واسعة في مسألة التساهل في نقل الأحاديث الضعيفة لغير ذلك، لكنه كان إمام كان قريب جدا للناس، وكان قريب من قلوب الناس، وكان واعظا لا يشق له الغبار، ويعني كان رجل يعني وكان له مواقف عجيبة شكله، ربنا هدى على يديه مئات المئات بل آلاف الآلاف، يعني رحمه الله رحمة واسعة وجميع أئمة المسلمين. طيب، فالعلم أجل مطلوب، من خلال العلم تعرف من هو الله سبحانه وتعالى. لذلك المولى عز وجل يقول يعني سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، كان يقول أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيختصر لك الموضوع ده كله في جملة جميلة جدا في حديث رواه البخاري ومسلم، فبيقول لك صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ده زي ما يقولوا العلماء كده منطوق الحديث، يعني ده لفظ الحديث. طيب مفهوم الحديث، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. يبقى إذن هل مطلوب مننا احنا كلنا نكون علماء او دعاء؟ لا طبعا، هو مطلوب مننا احنا نكون دعاء، كل واحد من خلال مكانه، باخلاقك، بمعاملاتك، بذوقياتك، بدلاله الناس على الخير، الدال على الخير كفاعله، خد بالك، بانت تسن سنه طيبه، من سن في الاسلام سنه حسنه، حديث رواه مسلم، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من خلال أشياء كثيرة جدا. ومن ضمنها أن أنت تكون عندك علم توصله للناس. علم الدين مسألة يعني تتفاوت من إنسان لآخر. في إنسان عنده قدرة أنه يكون عالم أكاديمي، يكون عنده الأدوات والأصول فيربي تلاميذ وطلبة علم. واحد تاني ربنا يستخدمه في الوعظ، وده ما يحقرش من شأن ده، ما يجيش واحد، ودي برضو من ضمن الأمور اللي احنا بنفهمها غلط. أقدر حياتك مثال بسيط جدا، بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، في الطب تلاقي مثلا واحد دكتور أنف وأذن وحنجرة، ودكتور عيون، وده مخ وأعصاب، وده بطنة، وده قلب، وده سكر ومش عارف، وده بتاع أوعية دموية، وهكذا.
كل واحد وله تخصص. لو جيت تقول لواحد مثلا ايه حضرتك الدكتور ايه، فيقول لك مثلا انف واذن وحنجره، تقول له انف واذن وحنجره، طب مش عيب عليك ان انت ما تفهمش في مخ واعصاب؟ يبقى انت لو بتقول الكلام ده يبقى انت اللي مش فاهم ان هو ده تخصصه، هي دي الحته اللي لقى نفسه فيها، هي دي الحته اللي نجح فيها. والا هو لما بيجي يتخصص هو بيشوف اقرب حاجه لنفسه، اكتر حاجه ينجح فيها. ممكن يكون دكتور عنده مشاكل في اعصاب جسمه، عنده مشاكل في اعصاب ايده، اللي زي دوت لو اختار انه يبقى جراح هيموت الناس، لان ايديه بتترعش، يعمل عمليه قلب يخلص على المريض. فالجراح ده لازم يكون انسان اعصابه 100%، عنده يقظه وعنده تحكم انفعالي، وعنده لو زعلان لو عنده مشكله بيفصل، خش غرفه العمليات يفصل مشاكله دي بره، خش غرفه العمليات لابد انه يهيئ نفسه تماما، انا داخل اعمل عمليه، دي ما تترعش، ما يسرحش، ما يفكرش في المشكله لازم يبقى ايه، والا انه لو سرح في لحظه كده هيخلص على المريض. يبقى اذا ده بقى جراح. فما اجيش اقول للجراح ايه ده، معقوله مش عيب عليك ما تبقاش بتفهم في البطنه؟ لا غلط. فتيجي مثلا لواحد داعيه او واحد عالم، واحد عالم مثلا، فده تخصصه علم الحديث، فتيجي تقول له علم حديث، يعني معقوله يعني بقى انت ما بتفهمش في الفقه واصول الفقه ومش عارف؟ هو طبعا بيبقى ملم، يعني الاصل في الداعيه والعالم انه بيكون ملم، لكنه ممكن يكون مش متخصص. فممكن واحد يبقى متخصص يبقى ملم بالعلوم كلها، دارس الفقه، دارس السيره، دارس التفسير، دارس ده، لكن في النهايه هو متخصص في مثلا في علم المصطلح. واحد تاني متخصص في اصول الفقه لكنه ملم، واحد تالت تخصصه في العقيده، واخد بالك، ولكنه ملم. طيب تيجي بقى الواحد يقول لك ايه، يقول لك لا 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 ده هم دول كانوا بيعلمونا حاجه، ده العلم الاصلي الاصيل هو اللي احنا المفروض ان كل العلماء يعلموه هو العقيده. كلام مظبوط طبعا، لابد ان احنا واحنا بنتكلم في الرقائق نخلط الرقائق بالعقيده، وانت بتتكلم حتى في اصول الفقه ممكن تدخل بعض الحتت كده في العقيده، وانت بتحكي سيره الرسول عليه السلام تيجي في مواقف معانا تبرز العقيده. العقيده لازم تكون معانا اساس، اساس لا يعني لا ننفك عنه لحظه، لان بالعقيده يصلح للانسان كل شيء في حياته وفي دنيته واخرته. العقيده توحيد، خد بال حضرتك، لكن ما تجيش بقى تعيب على فلان ان فلان ده مش متخصص في كذا وفلان ده مش يبقى ده لا خلاص ده ما كانش بيقول حاجه ما بيوصلناش علم. هب ان انسان النهارده كان مثلا استاذ مثلا بيتكلم مثلا في السير والتراجم والرقائق وما شاف ايه، وربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لهدايه الاف البشر، هب ان شخص ما مثلا، خد بالك، فاللي اهتدوا دولت على ايديه هو كان بالنسبه لهم مرحله، زي ادي لحضرتك مثال مدرس ابتدائي وبعدين بيروح مسلم لمدرس اعدادي، بتاع الاعدادي بيسلم لمدرس الثانوي، وبتاع الثانوي بيأهل للجامعه، خد بال حضرتك، يبقى كل واحد بيسلم للتاني. فبتاع الرقائق والسير والتراجم والكلام ده كله ربنا بيجعله سبب في هدايه الانسان ده بقى اللي كان عاصي او الانسان مثلا كان على غير الاسلام، فربنا هداه للاسلام وبيسلمه بقى للايه؟ للي يعلمه اصول الفقه واللي يعلمه مصطلح واللي يعلمه خد بالك. فهي ممكن تكون تخصص، مش معنى كده ان ده جاهل بكذا وده جاهل بكذا وده جاهل، انما الاصل ان انت ما دمت رجل داعيا لازم تكون ملم بكل هذه الاشياء على اقل القليل، تكون دارس الفقه، تكون قارئ السيره كامله، تكون قرات على الاقل تفسير او تفسيرين للقران كاملا، تكون على الاقل درست العقيده كامله، واخد بالك، تكون على الاقل عندك فكره عن المصطلح، عندك فكره عن بعض الاشياء كده من اصول الفقه التي تخدمك في انت بتتكلم في الفقه، تبقى واقف على ارض ثابته، واخد بالك. لكن ممكن ما تكونش متخصص قوي، يعني ما انتش استاذ اصول فقه، ما انتش استاذ مصطلح، واخد بال حضرتك. دي امور بنحتاج ان احنا نفهمها للناس، ان بدات موجه يقول لك فلان ده لا اصل فلان ده ما بيتكلمش في الحديث يبقى ما بيفهمش، وفلان ده بيتكلم في الحديث بس ما بيفهمش في الفقه، وفلان ده وفلان ده. يا سيدي ربنا يبارك في عمرك، اهو كل واحد ربنا بيستخدمه في مكان وفي منطقه وممكن ينتقل منها،
ويروح. انا ممكن اطلع النهارده ادرس لك فقه وادرس لك الفقه كامل، وعامل انا موسوعات في الفقه، وعامل موسوعات للفقه في فقه المرأة المسلمة، وعامل في فقه المسلم، وعامل كذا مجلد، 4 مجلدات، لكن انا مش هلاقي نفسي في الفقه. يعني انا احس وانا بكلمك في الفقه انا مش لاقي نفسي، احس ان انا مش قادر، خد بالك. وده مش معناه ان مش هتكلم فقه، هتكلم بس حاجه بسيطه، انما الفقه ليه ناس، هيبقى في مثلا واحد هو اصلا اسلوبه وطريقته وهو تخصصه كده، خد بالك. ممكن اكلمك في علم الحديث، علم المصطلح، لكن برضو مش هعرف، مش هلاقي نفسي في ان انا ادرس لك. انا عايز اواجه الجمهور، عايز على قد ما اقدر اوصل دعوتي لاكبر عدد من الناس. لو انا اتكلمت في مصطلح يبقى انا هكلم طلبة علم فقط، لو هتكلم في اصول فقه يبقى اكلم طلبة علم فقط. طب انا عايز اكلم قاعدة جماهيرية كبيرة، لعل وعسى ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دي مسألة مهمة جدا. يبقى اذا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب معنى كده بقى اللي بنتعلم بقى الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء و ده ربنا ما أرادش به خيرا؟ مين قالك كده؟ ما هو ممكن يستخدم الطب ده في خدمة الدين، في خدمة الناس، في خدمة وطني، في خدمة أهل بلدي، في خدمة الناس كلها حواليا. ما ده يبقى كده لله، علم كده، يبقى أنت كده عملت هذا العلم. لو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى هذا العلم يكون في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر العلم فقط هو الفقه وصول فقه ووا ده، وعلم الطب وإحنا لا ده علم الطب ده من فروض الكفاية. يعني لو ما فيش واحد من المسلمين يتعلم الطب كل المسلمين يأثموا، لو ما فيش حد من المسلمين يتعلم علم الكيمياء كل المسلمين يأثموا. فاللي اتعلم الكيمياء ده رفع الحرج عن المسلمين، واللي اتعلم الطب والهندسة رفع الحرج عن المسلمين. شوف قد ايه دي كلها فروض كفاية. انما فروض الاعيان بقى على كل مسلم بلا استثناء، هتعلم فقه الطهارة شيء طبيعي، لازم اتعلم ازاي اتوضى وازاي استنجى وازاي اتيمم وازاي اغتسل وازاي كل هذه الامور لازم اتعلمها. امال هصلي ازاي وهعبد ربنا ازاي؟ اتعلم فقه العبادات، فقه الصلاه وفقه الصيام وفقه الزكاه لو عندي فلوس. يعني ما عنديش فلوس بقى مفلس خالص، مش مطلوب مني اتعلم فقه الزكاه. طيب معايا فلوس هزكي، لازم اتعلم فقه الزكاه. طب معايا فلوس ان انا احج، يبقى لازم اتعلم فقه الحج. طيب هصوم رمضان، بتعلم فقه الصيام، ده فرض عين عليا، خد بالك. طب انا معايا فلوس وبتاجر، لازم اتعلم فقه البيوع، ده فرض عين عليا. طب ما عنديش فلوس، يبقى فقه البيوع بالنسبه لي يعني ايه، ما هوش فرض عين، لا فرض كفايه. ممكن واحد في المنطقه هنا بس يتعلم فقه البيوع، وخد بالك يرفع الحرج عن المنطقه كلها وهو يعلم الناس بقى. فقه المواريث، خد بالك، واحد في مكان يتعلمه، واخد بالك، ويرفع الحرج عن كل الناس دي. طب لو في المحافظه دي كلها او في البلد دي كلها فيش ولا واحد يتعلم فقه المواريث، كل الناس المسلمين عايشين في هذا المكان ياثموا ان ما فيش حد يتعلم فقه المواريث عشان يعرف الناس كيفيه تقسيم الميراث وغير غير ذلك. فدي مسائل مهمه جدا، امور بنحاول نرسخها عشان نبقى عارفين احنا ماشيين على الارض ماشيه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، يقول فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. يا خبر ابيض، شفت قد ايه فضل، شفت المسافه، مسافه لا تكاد توصف. تخيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على، يعني اقول لك ايه، يعني الفرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومش بين ادنى واحد من الصحابه، ادنى واحد من المسلمين. تخيل اهو فضل العالم على فضل العابد، زي فضل النبي، زي الفرق ما بين فضل النبي وبين فضل اقل واحد من المسلمين. شفت قد ايه فضل العالم؟ العالم فضله لا تتصور، فضله كبير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاه في تكمله الحديث قال لك ايه؟ قال لك وان الله عز وجل وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله، تعالوا نكمل مع بعض. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقول رب زدني علما، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
مدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الولا، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة
350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تخيل بحضرتك إن الله وملائكته، وكفاية الله عز وجل إذا صلى عليك، صلاة المولى عز وجل عليك هو ثناؤه عليك ورحمته لك سبحانه وتعالى. يبقى إن الله وملائكته، عدد الملائكة اللي يصلوا على حضرتك أي يدعون لك ويستغفرون لك، ويعني شوف تخيل عدد الملائكة بقى اللي هيدعوا لك وأنت تعلم الناس الخير. تخيل عدد الملائكة دي. هكتفي فقط بذكر حديثين. حديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يدخل البيت المعمور، والبيت المعمور قلنا قبل كده هو قبلة أهل السماء السابعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم 70,000 ملك منذ خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام. يبقى كل يوم بيخش 70,000 ملك البيت المعمور، ده من أهل السماء السبع فقط، مش السماوات السبع، السماء السبع فقط. ثم 70,000 دول يخرجوا ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000 غير اللي قبلهم. طيب ده أهل السماء السبع فقط، كم عددهم؟ تخيل من قبل خلق آدم إلى قيام الساعة كل يوم 70,000 ملك بيخشوا، تخيل عددهم قد إيه. طيب الحديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، يعني أنت وعانت، أطت السماء وحق لها أن طأت، يعني لها حق أن هي تتعب وأن هي تئن، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام، فتخيل حضرتك في السماوات السبع دي كلها ما فيش موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، وكل الملائكة دولت يصلون على معلم الناس الخير. يبقى إن الله وملائكته، وبعدين وأهل السماوات وأهل الأرض. الله، طب ما أهل السماوات دول الملائكة، خد بالك، قال لك ده ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يبقى إذن إن الله وملائكته عموم الملائكة، وأهل السماوات دول بقى الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى اللي هم خواص الملائكة. حضراتكم عارفين إن سيدنا جبريل مثلا على سبيل المثال عليه السلام ده أمير الملائكة وأمين الوحي، وهناك ملائكة مشهورين جدا ولهم مقام عالي جدا مثل ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت إلى غير ذلك، ومن الملائكة المشهورين خد بالك، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور إلى غير ذلك. يبقى إن الله ملائكته أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها خبر بيت، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون، يدعون لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذلك خدوا بالكم من حاجة، إبليس يفرح بموت العالم أكتر من فرحته بموت ألف عابد. هو قال كده، قال لأعوانه، قال لهم: العالم أشد علينا من 100 عابد. قالوا له: كيف ذلك؟ قال لهم: تعالوا. فراح إبليس واخد بقى الأعوان بتوعه وذهبوا كده في صورة بشر، ودخلوا على واحد رجل بقى عابد
وقاعد بقى في الصومعة بتاعته عمال بيعبد ربنا ليل ونهار بقى ما شاء الله، صيام وقيام وذكر إلى غير ذلك. فدخلوا عليه فإبليس قال له إني سائلك عن أمر. قال تفضل. قال له هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض في داخل بيضة؟ يعني البيضة بتاعت الفرخة ديت، هل ربنا سبحانه وتعالى يقدر يخلي الكرة الأرضية ديت جوه البيضة؟ فقال له لا طبعا، لا يقدر الله عز على ذلك. فنظر إبليس إلى أعوان وقال لهم أرأيتم لقد كفر بمقالتي هذه، لأنه أنكر قدرة الله عز وجل. قال لهم تعالوا بقى أوريكم بقى واحد عالم وشوف هيتصرف إزاي. فراح واخدهم مداخل على واحد بقى عالم، رجل من أهل العلم، فدخل برضه في صورة بشر كده وطلبة علم بقى رايحين يسألوا كده. فقال له إني سائلك عن أمر. قال تفضل. قال هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض في بيضة؟ قال أجل، إنه على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه تعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. فقال له كيف ذلك؟ إزاي يخلي الأرض في بيضة؟ قال له بسيطة جدا، إما أنه يصغر الكرة الأرضية ويخليها جوه البيضة، أو يكبر البيضة ويخليها تحيط بالكرة الأرضية، قادر ربنا سبحانه وتعالى. فنظر إبليس إلى أعوانه قال أرأيتم ماذا يقول العالم؟ هذا هو العالم، فموته أحب إلينا من موت 100 عابد. وكلكم عارفين قصة العابد اللي هو براسيوسة، مفيش داعي نكررها، اللي هو كان بيعبد ربنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، في الاخر اتفتن بامرأة ووصل الامر انه قتلها وقتل ابنها، وبعد كده صلبوه، وبعد كده الشيطان راح قال له محدش هينجيك غيري انا، تسجد لي؟ قال له اسجد لك. فلما سجد لهم مات على الكفر، فالشيطان قال له اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. خد بالك، فاذا العابد قد يعبد الله عز وجل على جهل، وممكن عابد كده يقفل على نفسه وما عندوش علم ويقول لك اعبد ربنا بقى كده، وعايز اكتر بقى من الصلاه على قد ما اقدر، واخد بالك، واكتر من الذكر على قد ما اقدر. طيب هيكتر من الصلاه ازاي؟ يقول لك يعني الظهر قد ايه مثلا؟ 4 ركعات؟ يا سيدي زياده الخير خيرين، هو انا بعمل حاجه غلط؟ ده انا بعبد ربنا وبسجد لربنا. خلي الظهر ديت مثلا 12 ركعه يلا، وزياده الخير خيرين وربنا يتقبل. لا، بالمنظر ده ربنا مش هيتقبل. ليه؟ لان النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي. لابد في كل عبادة من حاجتين، إخلاص النية ومتابعة الرسول، دول شرطين لقبول العمل. واخد بالك، أي عمل في الدنيا، أي عمل يخطر على بالك لابد ليه شرطين، شرط الإخلاص وشرط المتابعة. أخلص النية لله وأتابع رسول الله. طيب أخلصت وما اتبعتش؟ لا يقبل. طيب اتبعت وما أخلصتش؟ برضو لا يقبل. لازم الاثنين، لازم أخلص النية لله وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اقول طب انا يعني مش قادر احج، حج زحمه وكده، طب انا بدل ما احج في السعوديه، واخد بالك، واروح بقى كده عرفات وشافيه والكلام ده كله ومنى ومزدلفه والحاجات دي كلها وزحام وانا مش هستحمل كده، انا اروح مثلا باريس وعند برج ايفل كده واقعد هناك احج 3 مرات في السنه، هينفع؟ لا يقبل. حتى طب في وقت الحج، في موسم الحج، في موسم الحج ولكن في مكان غير مكان الحج، خد بالك. يبقى في الموسم الحج لازم يكون في وقت وزمان الحج، ويكون في نفس الوقت فين؟ في المكان الذي تمارس فيه شعائر الحج. يبقى إذن صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى لابد من إخلاص ولابد إيه؟ لابد من المتابعة. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم، العابد ممكن يقفل على نفسه ويعبد ربنا على إيه؟ على جهل. أما العالم فهو الذي يعلم كيف يعبد الله عز وجل على علم. ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. خد بالك، العلماء دولت أكتر ناس عندهم، مفروض أنا بتكلم عن المفترض، ما أنت ممكن تلاقي عالم ما عندوش خشية لله سبحانه وتعالى، لما أنا بتكلم عن المفترض وأقول القاعدة إن المفترض إن العالم كلما يزداد علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء وأهل السنة كانوا يقولون إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إن الإنسان يكون عنده خشية لله سبحانه وتعالى، الإنسان يكون بيخاف ربنا سبحانه.
مطلوب مننا كلنا نكون علماء، لكن على الاقل حبيبي ان ما دمت حضرتك بتصلي لازم تكون عارف بتصلي ازاي، لازم تكون عارف بتتوضى ازاي، بتتيمم ازاي، بتستنجي ازاي، بتغتسل ازاي، بالصلاه بتتعلم شروط الصلاه واركانها وسننها وواجباتها، لازم تتعلم كل حاجه، والوضوء نفس الحكايه، اتعلم ازاي ان انت تصوم. داخل علينا قريبا يعني ان شاء الله ربنا يتقبل، قربنا خلاص من رجب وشعبان ورمضان ومواسم الخير جايه، ربنا يا رب يغنمنا واياكم الخير ويصلح حال بلاد المسلمين ويصلح حال المسلمين ويفرج كرب المسلمين يا رب في كل مكان، قولوا امين. ربنا يفرج الكربات يا رب العالمين ويرفع عنا وعنكم يا رب وعن المسلمين في كل اقطار الارض يا رب كل بلاء يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث الأولان رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم، خد بالك إلا يحصل واحد جه خارج من بيته كده رايح فين؟ رايح درس علم. طيب ممكن إن دي أستحضرها هنا في بيتي؟ ممكن والله، ممكن هنا في بيتي. إزاي؟ الله سبحان الله، لو أنا خارج من بيتي رايح مسجد استحضرت النين. طب أنا قاعد في البيت وماسك الريموت، الريموت في إيدي والشاشة قدامك، ممكن تدوس على الريموت ده تجيب قناة رأس، ممكن تدوس تاني تجيب قناة أفلام، ممكن تدوس بالريموت تجيب مسرحية، ممكن تدوس تجيب برنامج من برامج الحوارية اللي كلها خبط وشتايم وفهم زي، وممكن نفس الريموت تجيب بيه درس دين، تجيب بيه قناة قرآن، تقعد كده حتى وإن لم تستفد على الأقل لا تبقى قاعد كده ما انتش واقع في معصية، قاعد في طاعة متلبس بطاعة، وتنوي ان انت كأنك خارج لطلب علم، يعني ربما تنتفع بكلمة، ربما تنتفع بحال، أصل الانتفاع مش لازم يكون في كل أحوالك بالكلمة. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان بيحضر له في الدرس الواحد 15,000 واحد تقريبا، منهم 5,000 يتعلمون الحديث من الإمام، ومنهم 10,000 يتعلمون من سمت الإمام. شوف، فكانوا يتعلمون من لحظه قبل لفظهم. يا سلام، شوف بقى، تخيل بقى المتعة الجميلة دي، ان انت راح تتعلم من اخلاق الإمام، راح تتعلم من سلوكياته، راح تتعلم من ازاي بيتعامل مع الناس، واخد بالك؟ دي مسألة خطيرة جدا، ان انت تتعلم مش فقط من المعلومات اللي بيها لك علم، تعلم حتى من اخلاقه، من معاملاته، من سلوكياته، من ذوقياته، دي امور عظيمة جدا جدا. ولذلك اخطأ من ظن ان هو ممكن يتعلم الدين من خلال كتب، يجيب كتب ويقعد في بيته ويقفل على نفسه ويتعلم، وإلا ما كانش حد غلب. يعني بسيطة جدا، كنت جايب لي مثلا 5-6 كتب في الطب ودرسها وتاني يوم افتح عيادة، ما ينفعش، هموت الناس، خد بالك. فالدين ادق من موضوع الطب 1,000,000,000 مرة. لا، ده دين، ده ممكن انسان عياذا بالله وتود واحد في النار والتاني يعني بسبب ان انت تفتيه فتوى توديه في مشاكل، فاهم ازاي؟ فمن باب اولى ان انت بقى في الدين لابد ان انت تدرس وتتعلم على يد علماء ومشايخ، والا ما كناش قعدنا وروحنا ولفينا الدنيا كلها عشان نتعلم على يد علماء وعلى يد مشايخ عشان نتعلم العلم الشرعي. ربنا ينفعنا وينفعكم. يبقى اذا من خرج، ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة اجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. الله، يبقى حضرتك خارج من بيتك كده لطلب العلم، طب مش خارج لطلب العلم من البيت، هتفتح بقى التلفزيون برضه نفس الحكاية كأنك رايح لطلب العلم. يبقى أي واحد يخرج من بيته لطلب العلم وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير، وقال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. واحد رايح المسجد إما أنه رايح يتعلم أو رايح يعلم، يعني اما يكون طالب علم او يكون شيخ، خد بالك، رايح يتعلم او رايح يعلم. طيب كان له كاجر حاج تاما حجته. الله، خيال حضرتك بقى، شوف واحد رايح المسجد اما يعلم او يتعلم، يتحسب لك حجه نافله.
تخيل حضرتك انك ممكن يتحسب لك في اليوم الواحد 6 مرات، بس 6 مرات والله 7 مرات حجة نافلة، تخيل. او والله خد عندك دول وقت بيوم الدرس، ولما نكمل المرة الجاية ان شاء الله في موضوع هنتكلم بقى عن بداية تكريم العلم، وده كان قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. شوف مفاجآت عظيمة جدا كيف كرم الله عز وجل العلم. لكن اقول لك بس حاجة ظاهرة خالص، حديث رواه ابو داود بسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته او من توضأ في بيته فاحسن الوضوء ثم خرج الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. يبقى اذا حضرتك راح تصلي صلاة الخمس في المسجد تاخد اجر 5 حجات نافلة. طب والحجة رقم 6، الحجة رقم 6، الحجة رقم 6 حديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كده 6. 7 اللي انا بقولها لحضرتك دي خارج بقى كمان لطلب العلم، درس في المسجد ولا حاجة، يبقى من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه او حجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم استعملنا في نصرة دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين، اللهم سد الدين عن المديونين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم سد الدين عن المديونين ووسع ارزاق المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا بفنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبال